بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا أحبابي؟ وحشتوني جدا جدا جدا. معلش غبت عليكم فترة كده لظروف ما. النهاردة جايلكم بوصفة مفيدة جدا جدا، هي موجودة عندكم في المطبخ، ومكونين اتنين بس. المكونين الاتنين دول ممكن نعمل بيهم، هنعمل بهم كريم، وهنعمل بيهم كمان ماسك للبشرة. اللبان الذكر، اللبان الذكر المصري اللي هو المر، بنقعه لمدة 24 ساعة أو 48 ساعة على حسب ما انتوا عايزين اللون والدرجة، لأنه كل ما بيتنقع أكتر كل ما اللون بيبيض أكتر. ده تحسه ان هو لما حتى هتيجوا تمسكوا لما تيجوا تمسكوا اللبان اللي احنا نقعناه، وبصوا بقى عامل زي ما يكون اللبان اللي احنا بناكله بالظبط. وريحته جميلة جدا جدا، ريحته عطرية كده. وهنستعمل كمان معاه نشا. كل المكونات اللي احنا هنحتاجها هما معلقتين نشا اهم، وهنستخدم اللبان الذكر المنقوع. هو لما تحسوا ان هو اللون بتاعه ابيض كده عامل زي اللبن، يبقى فعلا هو كده النتيجة ايه؟ النتيجة صحيحة 100%. بسم الله الرحمن الرحيم. لو وقع حبيبات منه مش مشكلة خالص. انا ما كنتش نقع كتير، انا كنت نقع حاجة بسيطة جدا. بصوا اللي فاضل ده برضو مش هنرميه، احنا هنستخدمه دلوقتي. هقول لكم هنعمل بيه ايه. احنا هنقلب الخليطين، النشا على اللبان الذكر، هنقلبهم تقليب جيدا جدا جدا جدا. بعد كده ايه الخطوة اللي جاية انا هعملها، بس انا هشرحها لكم، بس انتوا مش هتشوفوها يعني، بس هشرحها لكم. الخطوة الجاية انا هاخد الطبق كده بحاله. انا دلوقتي بغلي مية على البوتاجاز، هعمل للطبق حمام بخار وهفضل اقلب لغاية ما يبقى كريمي. بعد كده هاجي ايه اوريكم بقى، اوريكم الاضافات اللي هنضيفها عليه. وممكن ما نضيفش اي اضافات، ممكن ان احنا نستخدمه بالطريقة دي من غير اي اضافات، بس الاضافات دي بقى هتبقى حاجة عطرية، زيوت مرطبة، فيتامينات، فالحاجات دي ايه تابعوني للاخر. وكل الحاجات موجودة عندكم في البيت، مش هتخرجوا تشتروا حاجة من بره. واللبان الذكر ده لو ب2 جنيه بس من العطار، مش غالي يعني ولا حاجة يعني. انا جايبة هوريكم الكيس، الكيس ب5 جنيه، حاجة بسيطة جدا. بص يا حبايب قلبي، انا عملته على البخار اهو لغايه ما عمل الملمس ده الشكل ده، ودول كلهم كانوا ب5 جنيه بس. مش غالي، وانا عملت منه مره قبل كده وجربت الوصفه دي، وبعد كده قلت اعملها لكم. يعني انا قبل ما اعملها لكم لازم اجربها الاول. طيب ايه الاضافات اللي هنضيفها هنا بقى؟ بصوا بقى، هنا ده زيت جوزة الهند، زيت جوز الهند، يا اما لو مفيش زيت جوز الهند يبقى زيت زيتون. زيت زيتون اهو انا جايباه بتاع الاكل اهو، هضيف منه. ولو ما كانش من قصدي زيت تبع الشمس او اي زيوت عندكم متواجده، او مفيش زيوت خالص، يبقى ممكن نضيف له معلقه كريم، معلقه كريم من بتاع الوجه اللي احنا بنستخدمه ده كمرطب. فاحنا هنحط شويه زيت زيتون. انا بقى هغير يعني الفكره شويه، انا هحط شويه زيت زيتون، وهحط كمان شويه قصدي شويه جوز الهند. حطيت شويه جوز الهند، وبعدين هحط كمان قيمه معلقه كده زيت زيتون. ده لترطيب الايه البشره، تمام. وزيت جوز الهند لترطيب البشره برضو، ويدي للكريم ريحه ايه اللي هي ريحه جوز الهند، تبقى ريحه يعني ريحة جميلة جدا. دي الحاجات المغذية للبشرة، ده كريم للبشرة. هنفضل نقلب كده لغاية ما يتجانس كله مع بعضه، وهوريكم بقى في تكاية جديدة كده انا عملتها.
هفضل اقلب فيه كده لغايه ما احس ان هو بقى ايه، خلاص دخل في بعض. دي بقى التكايه الجديده اللي انا اضفتها، ان انا ضفت له زيت جوز الهند وزيت زيتون. ده هيبقى مرطب طبيعي جدا جدا جدا، يعني هيخلي البشره ما شاء الله بياض. والكريم ده هيتعمل كمان لحب الشباب، مفيد جدا، ويتعمل كمان للكلف بعد الولادة. الستات اللي بتبقى عندها كلف من بعد الولادة، الكلف دي نقط سمر كده بتظهر في الوجه بعد الولادة على طول، بيبقى ضعف طبعا في الوجه نتيجة طبعا التعب والإجهاد والكلام ده. طيب احنا ايه التكاية الجديدة بقى اللي انا هضيفها؟ التكاية الجديدة اللي انا هضيفها هي دي، فيتامين دال 3. فيتامين دال، او الفيتامينات دي احنا بناخدها هنا في البيت. الفيتامين ده اللي هي الخضروات، فيتامين الخضروات، يا اما دي يا اما دي، يا اما اللي مش متواجد من الاتنين، مش مشكلة مش لازم، بس احنا بقى بنجود. لازم في كل بيت اكيد هيبقى فيه فيتامينات موجودة، ومش غالي، يعني الشريط مش غالي في الصيدلية، مش غالي. فاحنا هنضيف واحدة من الفيتامينات الخضروات، بتبقى من جوه كده عاملة زي الزيوت، هنضيف لها وهنقلب. اي خلطة او اي تركيبة علشان تضمنوا صحتها لازم تتقلب تقليب كويس، لازم تندمج كل المكونات مع بعض. بصوا ملمسه بقى ناعم جدا جدا جدا. هنقوم جايبين بقى علبة كريم قديمة عندنا او اي برطمان فاضي، وهنعبي فيه الكريم. ممكن يتساب بره التلاجة وممكن يتحط في التلاجة براحتكم خالص. دي اللي هي الطريقة الأولى اللي هي بتاع الكريم. طيب نعمل بقى الماسك، هنعمله في نفس الطبق برضو أو في الكوباية. ملمسه ناعم جدا جدا. بصوا بصوا جماله، انا هسيبه على ايدي وهوريه لكم بعد شويه. ممكن يتساب لما ينشف خالص، وبعدين نبقى نشطف وشنا بميه دافيه، وميه دافيه، وبعد كده نمسحها بقطنه كده فيها ايه، ماء الورد اهي. انا هسيبه كده بس على ايدي وهعمل لكم الوصفة التانية، وبعد كده نبقى اشطفه وهوري لكم ايدي، يعني المدة اللي انا هعمل فيها بس ممكن اعمل في نفس الكوباية. طيب طبعا اللبان الذكر اللي فضل احنا مش هنرميه خالص، مش هنرميه خالص، احنا بس هنفتفته. هنحط عليها معلقة عسل، اي معلقة عسل بقى، اي نوع عندكم. معلقة عسل اهي، مش هنكتر. ادي معلقة عسل، وهنحط فيتامين د اللي هو فيتامين د ده اللي هو بديل الشمس، بديل البيض، بديل الحاجات اللي فيها كالسيوم، فاحنا هنستخدمها للبشرة عندنا.
وهنحط معلقة كريم من اللي احنا استخدمناه او اللي احنا عملناه عشان يمسك في البشرة. تمام، هنقلبها بقى كويس. يبقى ده ماسك كويس جدا 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 للبشرة اهو، وانا هستعمله دلوقتي. بواقي اللبان اللي فضل، انتوا لما تيجوا تنقعوا اللبان بقى تنقعوا اللبان كمية كبيرة، بحيث لما تعملوا ماسك تعملوا كمية كبيرة وتشيلوها في برطمان برضو وتستعملوها مرة تانية. خلاص اهي ده بقى ايه الماسك اللي احنا ايه هنستخدمه، انا دلوقتي هستخدمه. وبكده يبقى خلصت الوصفتين، الماسك والكريم، واتمنى يا رب تعجبكم اللي عملوها اللي هي الحتت السمرة دي اللبان. اتمنى يا رب ان انتوا تعملوها. و استنى هغسل ايدي واوريها لكم، اشطفها واوريها لكم، ولا استنى اهي. من غير ما اشطف ولا حاجة، ما كملتش 5 دقايق. بصوا بصوا دي من دي اهي، بتجيب نتيجة فورية يعني. بصوا اي حاجة، اي كرمشة اي حاجة بتفردها. فهي الوصفة دي متجربة، واتمنى يا رب تجربوها وتعجبكم، وقولوا لي بقى لو انتوا جربتوها وعجبتكم قولوا لي في الكومنتات عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.